الاستاذ عبد الرحمن من ممكن الشرقيه. اكلم السلام الدكتور عليكم. محمد؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. دكتور انا عملت التحاليل اللي حضرتك طلبتها مني قبل كده. فكرني بقى لان انا ناسي، احكي لي الحاله. حضرتك يعني من 20 يوم كده حضرتك مدرس انا وكلمت حضرتك على الهواء دايما مباشره. اتفضل فكرني بالحاله. السكر الصايم بتاعي كان طلع اللي هو حاليا 102 صايم. انا طلبت منك تحليل صايم، ماشي. وتحليل فاطر برضو كام؟ طلع 202. انت سيادتك كنت قلت لي ان انت عملت تحليل عشوائي حاجه زي كده؟ لا يعني حضرتك انا قلت لك ان انا عندي الم في الجهه اليمين، وحضرتك قلت لي اعمل تحليل، اعمل اشعه سينار الجنب اليمين في البطن؟ وقلت لك اعمل عشان تحليل عشان المراره. حضرتك قلت لي عشان اشوف موضوع المراره في حصوات ولا ما فيش حصوات. طيب عملت السينار وحضرتك طلعت المراره ما فيهاش حاجه طبعا. طب كويس. لكن في يعني التشخيص مكتوب فيه مايلد فاتي ليفر، يعني مصر كلها عندها الكلام الفارغ ده، مش مهم. فطبعا قلت لازم اقول للدكتور محمد، خاصه انا عندي الام في ظهري كده، في كتافي وفي ذراعاني لورا كده، ما بعرفش احرك ذراعاني لورا. اخر 6 شهور خسيت ولا وزنك ثابت؟ انا وزني 70 وثابت. ثابت. 70 ثابت. يعني اخر 6 شهور ما تزيدش في ما زدتش في الوزن؟ انا خسيت في الوزن شويه. لا ما تحورنيش. اخر 6 شهور خسيت ولا ما خسيتش؟ قال شويه مش سامع. اخر 6 شهور حضرتك؟ خسيت برضو. انا خلال سنه خسيت، خلال سنه خسيت 10 كيلو. انت عملت رجيم يعني؟ لا لا، هو طبيعي لروحه كده. لوحدك خسيت كده؟ لوحدي انا خسيت كده. طيب دلوقتي اللي بيخسس في بعض امراض معروفه عندنا. طب اتفضل اقفل وهقول لك تعمل ايه. حاضر. شكرا يا استاذ عبد الرحمن. هو شكرا. دلوقتي واحد خس 10 كيلو في سنه من غير ما يعمل رجيم او يعمل مجهود او كده، وعلى نفس النمط الاكل الغذائي زي ما هو، بيبقى عندنا 3 حاجات او حاجتين شائعات قوي يعني. واحد طبعا. السكر. 2 زادت او فرط افراز الغده الدرقيه اللي بيسموه ساعات تسمم الغده الدرقيه. الاثنين دول ممكن يخسسوا البني ادم، بس السكر يخسسه من غير ما ياخد باله. هو السكر الصايم اللي عنده 100 وحاجه ده كويس قوي، لكن اللي بعد الاكل 200، واحنا الطبيعي بتاعنا لحد 140 200 وحاجه. تمام. فهو عنده سكر، بس السكر ده ما اعتقدش انه يخسس قوي بهذه الدرجه ان يدي 10 كيلو خلال سنه. فلازم في حاجه ثانيه ممكن لازم ان احنا نفتح عليها قوي. فاحنا هقول له ان هو يعيد لي تاني سكر بعد الاكل بساعتين، مش في المعمل، في البيت، لان هو ممكن يكون الصايم وبعد الاكل لو راح عمله في المعمل ال100 ودي كانت 140 وال200 دي كانت 270، يعني سكر. طيب. لكن هو راح ومشي، عاملين نقول للناس احسن حاجه تحللها جوه البيت تحليل سكر يبقى جوه البيت وانت نايم على السرير او انت قاعد على الكنبه ومدلدل رجليك عشان يبقى نتيجه. طب افرض رفع رجليه، لو هو نايم رافع رجليه السكر السكر يتظبط. لا ولا يجرى حاجه يعني، واخد بالك؟ فاذا يبقى يكون قاعد في البيت بياخد العينه بالجهاز التافه السفيه ده اللي هو الشريط بتاعه ب 2 جنيه يعني هيتكلف 5 جنيه ويحلل سكر ويعرف عنده سكر ولا لا. هيعيد لي التحاليل دي في البيت لو كان عملها في المعمل. لو عملها في المعمل في البيت برضه هيروح واخد مثلا حضرتك 100 جرام يروح سكر بتاع البيت ويدوبهم على الريق يعني الصبح في كوبايتين زي دول كبار كده ويشربهم. طبعا. وبعد ساعتين ياخد عينه ويبلغني بيها، لان هنا احنا داخلين. استنى يا اسامه بالراحه عليك. لا 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 براحتك. احنا داخلين في معترك، يعني هشخص سكر ولا مش هشخص سكر؟ باللي هو قاله ده 50% عنده سكر، واخد بالك؟ ويزيد ان هو خس. هل كل مريض سكر يخس؟ مش لازم. ولكن لما يتقال ان في خساسان غير مبرر وانا ما اعرفش مصدره ايه، يبقى لازم احط في دماغي احتمالات تانية اللي هو السكر نمره 1، رغم ان التحليل طلع يعني على الحركرك شويه. تمام.